لم يكن التطور التكنولوجي والصناعي الذي شهدته كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة وليد مصادفة، بل كان ثمرة أساليب تعليمية حديثة. فبلغ التعليم في كوريا مستويات من التقدم والتميز جذب إليه العديد من الطلاب المبتعثين من الدول العربية. قابلنا بعضهم وروى لنا تجربته الكورية. دراستي هنا باللغة الكورية 100%. درست اللغة الكورية في جامعة سيول تقريبا لي هنا من يوم جيت الكورية تقريبا 3 سنين. من الصعوبات اللي واجهناها طبعا الأكل واللغة. مفتاح صعوبة الثقافة والأكل هي اللغة. إذا أجدت اللغة ممكن تقدر تتفاهم مع الشعب، تبحث عن المطاعم اللي تقدر تأكل فيها أو يكون الأكل مناسب لك، أو تتعرف على ثقافتهم. يعني فيهم ثقافات قريبة للإسلام بشكل، يعني في أشياء اللي هو الاحترام، احترام الكبير، احترام الصغير، هذه كلها موجودة عندهم. يعني تعليم الإسلام طريقتهم هنا في التعليم تعتمد على الطالب أكثر من الدكتور. يعني ممكن الدكتور يجي يعطيك الموضوع وخلاص أنت تروح تبحث، أنت تروح تحاول تعلم نفسك بنفسك بالتعاون مع الطلاب الكوريين الموجودين عندك. مجال الدراسة يعني بعض الأحيان أكون عندي صعوبة في فهم حاجة أو كذا، أطلب من الطالب مساعدة يساعدني في أي وقت، يقعد معي ساعات طويلة عشان يساعدني. الدكتور نفس النظام. كان السكن جدا مريح، كنا ساكنين كل شخص له غرفته الخاصة بدورة المياه الخاصة، يعني كنا مرتاحين من ناحية السكن جدا. وطبعا زي ما أنت عارف إذا كان السكن الواحد مرتاح فيه له هذا البيت، إذا كان الواحد مرتاح في بيته غالبا حيكون مرتاح في البلد اللي هو فيها. لو من أرجع السعودية أرجع بلدي، أبغى أقول أكثر من مجرد شهادة أو ثقافة أو لغة، لو أرجع وأرجع بخبرة كمان أفيد البلد أكثر. الدراسة في كوريا يعني هي مغامرة، وكانت مغامرة استمتعت بها، مغامرة ممتعة ويعني شيء مميز في حياتي أعتبره.